السلام عليكم، انا جعفر وتوب 5 لاهم الاشياء من اول مباراه للليكرز. المركز الخامس تحت السلة مصدر القوة للفريق. واضح جدا توجه الفريق للعب أكثر وأكثر تحت السلة والاعتماد أكثر في تسجيل النقاط من الاختراقات أو من التسديدات القريبة، ومو بس من اللاعبين الضخام أو اللي متعودين نشوفهم تحت السلة، حتى لاعبي الجارد اعتمدوا أكثر في الاختراقات من أي شيء ثاني. 70 نقطة سجلها الفريق تحت السلة، يعني حوالي 60% من نقاط المباراة. المركز الرابع الفريق بدون مسددين من بعيد. يعني في النقطة الماضية اعتماد الفريق على الاختراقات صار بحكم معرفة الفريق بمستواه خارج القوس، وشفنا كيف الشوط الأول ضيعوا كل التسديدات الثلاثية للفريق 0 من 13. الفريق الموسم الماضي يعاني من نفس المشكلة، واضح انها راح تستمر مع الفريق بحكم الاسماء الموجودة حاليا. المركز الثالث سرعة الفريق. واضح جدا ان المدرب لوك والتون راح يعتمد على سرعة الفريق في المرتدات، وحتى بعد الهجمات المسجلة على الفريق تقدر تشوف كيف الفريق يحاول بسرعة يوصل لمنطقة الخصم قبل ما الخصم يضبط الدفاع. اسلوب الفريق راح يعتمد كثير على المرتدات، وشفنا كيف من اول مباراة سجلوا 34 نقطة من المرتدات بس. المركز الثاني روندو ما زال لاعب ممتاز. بكل بساطة واحد من افضل صناع اللعب التقليديين في الدوري حاليا. روندو لاعب مميز جدا في كشف الملعب، صناعة اللعب، ووضع لاعبي الفريق في مواقف تسجيل سهلة. لاعب عنده ذكاء كبير جدا في كرة السلة. صحيح ما هو شوتر جيد، لكن ضيف على تميزه بالتمرير تميزه بعد في الاختراقات للسلة والتسجيل. صفقة مميزة جدا اتوفق بها الليكرز. المركز الأول ليبرون بدون كرة. اتعودنا خصوصا في الموسم الماضي كيف ان ليبرون صانع لعب وهو اللي يحرك الكرة، وكنا نشوف الكرة تظل عنده وقت كثير، بينما الآن مع الليكرز الوضع شوي تغير. يعني مش هو اللي دائما ياخذ الكرة لنصف الملعب او هو اللي يمسك الكرة كثير من الوقت، وحتى شفنا تجي اكثر من هجمة بدون ما تمر الكرة على ليبرون، وهذا الشيء راح يخلي ليبرون يرتاح اكثر بحكم وجود لاعبين يقدروا يصنعوا اللعب مثل روندو ولانزو وحتى انجرام. او بس هذه توب 5 من اول مباراه للليكرز. ايش رايكم وايش نقاطك من المباراه؟ سلام.